يسر موقع إسلامينو أن يقدم لكم هذه المادة. لله وكفى والصلاة والسلام على خير عباده الذين اصطفى. إخوة الإيمان والإسلام، عدنا إليكم مع فقرات هذا الحفل المبارك. أول كلمة ستكون من تأثير فضيلة الأستاذ الحاج نجيب حفظه الله، فليتفضل مشكورا. إن شاء الله تعالى خلال الكلمة تذيرين أسئلة وذا هدايا مميزة، لا من ناحية الدلالة الرمزية، أتيري مواكبة الكلمة إن شاء الله تعالى، فأعيرون القلوب والأسمع حفظكم الله جميعا. تفضل الحاج نجيب، جزاه الله عنا كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، حمد لله يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما بعد، حبتي في الله، في البداية أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونسأل الله عز وجل يبارك لأخينا عثمان، يبارك له ويبارك عليه، وأن يجمع بينه وبين أهله في خير، كما أسأل الله أن يبارك في والديه وفي كافة أفراد أسرته، أسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة، وأن يحفظهم جميعا، وأن يخلف الله عز وجل عليهم ما أنفقوا في هذه المناسبة السعيدة إن شاء الله. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يسعده هو وزوجته وكذلك والديه وكافة أفراد أسرته في الدنيا والآخرة، وأن يجعل هذه المناسبة إن شاء الله هذه المناسبة في ميزان حسناتهم، لأن اجتمعنا على كتاب الله عز وجل وعلى هذه الكلمة التي سأذكر بها نفسي في البداية، ثم لإخوة الحضور في هذا المكان الطيب على طاعة الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حبتي في الله، لدي جنوز ماذي استغنخت الذكرى كوريجن زين غمارا حوج وذن غيس فكارا ربي سبحانه وتعالى. فربي سبحانه وتعالى يتخطب النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إذ مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي التذكير. تذكير بماذا؟ تذكير بالله عز وجل، بطاعة الله عز وجل، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والاستقامة على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرص ربي سبحانه وتعالى. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيوذ نواثي الطيعين شا يتشاري ثوري تخصص الحاري تكي ثور النبي صلى الله عليه وسلم. خني ربي الناس يا محمد أشق المهم من شك وهو سيوضة سنتفرت وها سيوضة تبرت. وربي سبحانه وتعالى كل جنس زينغ ربي وشانغ رعقر، لأن مناط التكليف وهو العقل. أما وني فقد النعقر نغوية ومازال سن البلوغ وني تتوهي ميسي خاص التكليف، ولكن التكليف ما يوشانغ ربي سبحانه وتعالى باش نفكر. ثم الله عز وجل يسكد الرسول ينزل الكتب ميمي منايا يقارب ربي سبحانه وتعالى من يمار كله لإقامة الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أتصي مران بعد الإخوان قان المناسبة مرار ودش المناسبة يمون الدرس ذو النقع مر ونقل الدرس ذنيتات ونقل موعدة القرار ماني الإسلام خاصن بالعد المساجد وها الدروس الماء قنشل في الحقيقة مقصرون خصن في زمن الفتنة غين تعيش رخثون الدروس خص احترقها وين أنا حذيني نحاور نقل دعوة إلا عز وجل. لأن ذي الوقت انتشر، لأن لم يدس النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم. لماذا؟ لينظم حياة المسلم، باش الحياة نغت قيم أذن غير نظم الحياة حياة المسلمة المنظمة. واش نشي نهار بالله عليكم واش نشي منظمين دي الحياة لثوذري نغذي التجارة نغني غمالي من ذو مرة يجنيت الشاز قنغنيت كل جني تشتاز قلنا غيت كل جني قارس قيام وتشتا إذن خمي غيري خمي غثي في الأمة ما رين تشتشا إذن كلنا آثمون خمي كثر الشكوى كل واحد منا يشكي من الآخر إذن فخمي غث خمي غوسع منايا. فكذلك ذنين
من الـ من الـ من جمال من جمال السنة الله عز وجل الذي الكون ونتات أن الأمة إذا غي كثار الفساد إذا غي كثار السرقة إذا غي كثار الدقة العشوائية ولو النظام فالأمة يثنتات لابد التريني تسمى متأخرة ما يمكنش تقدم الأمة ذي غير منايا لأن الإسلام أحبابي الكرام يسد باش ينظم الحياة النغة مثكمر الحياة النغة تلغى النظام ذي الحياة النغة راذي رفاح النغ راذي رقاح النغ راذي قرار النغ راذي النقع قام عليك نتعقب غار ربي سبحانه ومزي خان يحكم الله عز وجل ذي القرآن الكريم إرقى ناريح إذن نطع ذي صدغاري نجو حنجار مسكني ودي إماس إماس نذهرش وتسهرش أن أنت يتعترف إن شق المشكلين والناش إن شل من غنش ذو مذي ثدات وشن قسمو غيما مسكينة وزمرت بدخضان استنهار انهارت هذه الأم نظرا لما يقوم به الأبناء من فوضى لثدات سن والمشاكل لثدات سن الشباب مش حاقة صغواقة غاص 25-30 سنة ماذا قالت لهذه الأم بعد ذلك قد شويت من الحورة كيت شويت انهات باش نعالج النفسية نسمنا يثنى مسكينة ثنى 30 عام وأنا صبرا معهم 30 عام قارم أنا 30 عام ذي ثدات إذن فالسبب نغمعنا السبب وهو أن تخلينا عن هذه التذكرة وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين شوف صحابة رسول عصم يسلم عن التذكير ونتت عمر رضي الله تعالى الذي عاش الجاهلية وعاش الإسلام ماذا كان يقول عمر رضي الله تعالى توقر عمر كنا أذلة في الجاهلية فأعزنا الله بالإسلام فمن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله فالعز مدي الجرع الزرهنا هذه الحياة النظام ما رغى نغدينا ونتات نشينا التصني وذان بعض الأحيان كيقول لك الإنسان أنا مقتنعش واش كذا غادي للسوق بتشتري الخضرة وتختار هذه عجبتني وهذه ما عجبتنيش أوذ الدين ربي سبحانه وتعالى من غادي يخضع ديس قي يخضارش ربي سبحانه وتعالى أرمي قرب اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يزدج مذيع عمر إن سقيج الآية غوم ذي كتاب نوم ذي القرآن معلك خانغي تنزل القنها نيتنقي درعيد ولكن سيدنا عمر تيقظ لهذا الأمر إن سقى السنغمر من تنزل الآية يذمن تنزل من تنهار ذي تنزل يخضر ربي النهار يخضر سمشان يخضر المناسبة تنزل دي عرفة إنها الجمعة ذي جبل عرفة سيد ربي يخضر العيد الآية ثنتات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فوحدتني تقتنع واقتنع ثمغت وتقتنع زي الحجاب زي فونارا أتعظم مش خصن التاث الشباب تقن مش خصن الاثنين ما مش نتوارن شين توان المسلمان خنيت واحد وان تقول تذكير هذا القورا ماني ما آخر قيوان القوشين تغي ما قدي مسلمان إذ الشباب هو ما قاش قدا مسلمان سنغ ما لن خصتنا الخاقات وضع الرحمة يجدو تارس عصنا ما باش أنا رحمة يويا معاوان غوا يويا بنادم خمي غايني واقس قشا قمر هذا السنة دي جماري جندارومي وشين يقنش وقت عغل سجن حاجة إنا وقتنا عن شورو من غشاز يا ربي تجاورة تغير سكي صغاز غش تجيف أني غسي إيه وهم بعد قال ليش نوغا كيتقو غير ما لواثه من الزيارة بيض والنقع تقذى تسند رديش نواش ولكن خصيش تسني إلا مرة من داز قام داز دير بحار دي سلمان مرة سنن سيدة ربي من داز دير بار الحشرة دي الحيوانة دي النبتة تكوش سنن ربي سبحانه وتعالى لو انزلنا هذا القرآن على جبلنا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ثنم لثكتف دير عن سيدنا سليمان يكوار حذي ترنزيو فثكتف توضخ وعروار النس تترنزى إن سيل العقب لقد سقيتم بسبب دعاء نملة يلا تحت فاكتف تسن الله ينظر وثم الكند ربي سبحانه وتعالى الفيل لم يدوسنا ذهب من الكعبة يقدس إن سنش ذهب هذا إن أول بيت وضع جنس الذي أحد هذا مغبش الكعبة ما يمكن الشاثن دايس ولا وياق الهدهد أجضيض يكثور ويغضب ما يمي وفيش نججيت تعبذ فوشت وتعبذ وربي سبحانه وتعالى حتى ذي مالا بنادم ويوق اني غاس مالا واثوق قال مالا المخلوقات السنن ربي ايش مالا واثسن ربي متى غشيت سنقص السادي الملكة يقارن ربي كيجن حديث قدسي يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد منكم
ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. معنى الحديث القدسي ونتث ربي سبحانه وتعالى اتراخ العباد النسمار مؤمنهم وكافرهم، إن نخص نغنشاق أنت عجز الملك النس. ثم ذلك تتربي قال العباد نقام ركار مرة ثم نم الإيمان ومنيشا مية ذي مية وجب وتسعة حتى صداب وزن غير التارب ومية مية صداب بيسن الوزن مارا أن مية ذي مية، ولكن فاتقوا الله ما استطعتم. ومي زمار قومي زمار وعدة ومي واد زمار ترى صاب بذا شي يعفو شيخك يغفار ترى صاب بين هذا شي كمر نقصني، ولكن باش تتكبر عن خالقك قلس قواقت عواذي تعجب ثاني تتم ما كان ذي السوق نخوضها تتعجب يا واذي تعجب أو ذي الدين ربي ونيش خلق المغاث تولي تواث الجيل. ثم أوجدك الله عز وجل، ثم أصبحت رجلا نغي امرأة ثم غار نغذى حنجاد وحدي تحارب ربي سبحانه وتعالى ذي خلقني ذي أزقن. إذن مالك مارا انت ربي سبحانه وتعالى إيمان نغمر ذي الجن الإيمان يقوى مارا وانا النوار ذي الملك ربي سبحانه وتعالى إيمان نعصى مارا كيف دونش تمرض عصى ربي سبحانه وتعالى واسنقس نولو ذي الملك النس. ربي سبحانه وتعالى ذني تذي الدنيا وشاش الإرادة والمشيئة يمكن تقذ يمكن ورد تقذ قشك حور ذي الدنيا يقال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يمكن أنت فمن شاء فليؤمن فمن شاء فليكفر إقي خضار يخفنش، ولكن يخسد سن بأنك ستقف بين يدي الله عز وجل وستسلب منك هذه المشيئة وهذه الإرادة، ستسلب منك يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يوم القيامة صافي وخفزت قدوة زمان أخسرت قوار خدني الإرادة يا سيدي ربي وشاجة الدنيا يمكن تعصير يمكن تمنل، ولكن هو غيستفدن زمان يزيد الطاعة قشكي غيستفدن ما رضع سيدي ربي قشكي ربي قانضي القرآن الكريم تحاور ممكن باش اختصار النقاد الإخوان أساتذة ذي سمحا سوار قبل سنين لقاني ثمي أولى، ولكن ساس نتخافي ندخل وانيتات كني وعاود قبل مخان غعاود. فذاني تتل ربي ذي القرآن الكريم قف من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ونضف الهداية من على الهداية يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة هو الأسوة النغ رسول أي مزيانا دي مقرانا سمغا دواريا زمشتو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ويارك وحسى زي الدنيا ذاني تات غسر مذان غيجا كل شيء كمر تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن فذا الدين غيوسر وخا غيكلف الله عز وجل غير من زمار من كان تاع ربي سبحانه وتعالى، لأن حتى كان فوضى غنغذي الحياة من الإسلام جاء أنه يصم بهذا الدين لماذا لينظم حياة المسلم. شوف الإسلام يقارن حتى ما مش غنسيور واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يسر مثلا القرآن ما مش غنوجا مسن الإسلام يرفع القيم ذي الدين القيم ذي الأخلاق الإسلام وانيتات، ولكن جد غوانيتات ندور تشترب ورن الزينق الجروب باني غدو نقاع قارس قصدهم دايم سلم من ألاطيف ترب ورن الزينق مع أن نشني القزون خان غان تقرب نيرني قيقان غذ القدوة العالم من يكمل سديني غان غيجان ونشين وانيتات. فذني النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، قيل من يا أبا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الدين يهوان يسر الإسلام يسر ماذا نخممش غنوجو العود يقرن وقصد في مشيك معنى وقشار ذي إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا وجار ذي تشري التواضع ذي تشري التواضع ذي القوار التواضع ذي تشري وقولوا للناس حسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا سيهوي بها 70 خريفا في جهنم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فإسلم ماذا نغم مش غن سيور ما مش غن وجوار مرمي غن أحذي غفدة في غبنال ما تحت غن دوكر نشذي نشان نقاط يسمى ثنتلم سر الإسلام ذو العورة يخصج واتحد شات عديد غبنال مغاد ساعتني من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ذي سمد العورة
رقات اللي تغ إما قبل الفجار تحت غابرة ما حد صدع ذي الضمان فواحدة ما مش غدا حد تسقى قبل خبنان ذي ثدات الناس فواحدة وإذا قيل لكم ورجعوا فارجعوا هو أزكى لكم ما رزق قبل خبنان مشواد يوسين الشمح يوم بدر في ساعة تثانيتات يخصي شد زيت قبر لأن ربي قرج قبل الزي سوار أوانيتات نشي مرة كان شو مش سمح يوم بدر في ساعة تا أتقيمة السوار الزيزير قوي روح غوض غسر ثواث يا الرئيد ويقذ يستقبل ذو النقع سنين دين الظروف نسمى مشي جا ذو النقع ثم العلاقة يقوار يزيك ثم غاف نشي مهار غان غيج نشغر يثما نشغر شوية وها في مغار نكتار خميت تقورار ثم غاف ربما قس حسنت ورنة ثنتي خمي غار مغار ما مش تغيما يتغيما قاعد هو جيد تكمر بالدرار رود ذو النقع زيد 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 تغيما نيوذان غسر رفجار نغواني رفجار ذو النقع ذو الدرموار رود ذو النقع في مسرائيل فواحد حنجان مزيان مساكين يتجن تقول انا حدي صغوي وحدي تكثي مسرايل ما تجرح حنجان يا مزيان ما تجرح قين وجي ونني ما تجرح قنت الدار ما نجرح قنت الجيران ما نجرح ما يمين كان ودق عن شينا مقعر راه غير فاح نغرذو النقع خصها غير النظام شوف ربي نضمان حتى الوقت نغمر مي غنكار غير فجار الوقت من الصلاه ما مش دوسا الوقت من الصيام ما مش دوسا الوقت الحج ما مش دوسا النظام غنغذي الاسلام ولكن تركنا النظام غنغي جند الاسلام وشن الصبح الفوضى ذي الحياة مش الحياة مغمرة ذي الفوضى وشواد انتني قواد انتني ويبوري قيم الحياة النغدانيتات لأن ذانيتات فمن يتبع هدايا فلا يذل ذي الدنيا ولا يشقى يوم القيامة ولكن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني يا أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى إذن فل أحبتي في الله وخصوصا الشباب ذي الوقت ذي نتعيش الشين يخصنا نكون على بينة على بصيرة من أمركم يخصبنا مذي السن ربي سبحانه وتعالى حتى صدر بشي بارك ذي العمر نشين خل ندم خلف طرية ثانية نسعدو إذا نكتفي خص الأسوة والوانيتات الخار انتغيميتي كيف مثل غذانيتات ذي المناسبة ثانيتات فالسبب يتعقبي ومثل عثمان تصدر بذي سيق البركة ذي سر ذي الوالدين النس كني ومار ذي ومقبل البركة تصدر بذي صرحي تكن غوري تكن الغير ما مش نثم غاثة مسكينات اللي يذرذين سنا نش صبغ أي وضنا يدخل ذاري زنا بشر ذين فعنا قتور يمش حنت مغاري يمش حال الأمهات يصغيون زي ثاون صم يجوا بعد مسكين لوح غار انتار يموجن يجن الوثيقة ذني تات غار عذر وشاد يسجو سيتاج يجي وساقش غاس 85 سنة يتاج يجي مرة الناس مين تخص دعمي مين تخص الناس خص غلي ثاريد خص غد قريج الشيكا يزمي مين يغن مشاوين الناس ينغاي ذي الحياتينو ينغيدي مش حال الاباء الامهات يصغوا ينصار ونصن فواحدة تزد المناسبة قا المناسبة مش نو ثانية مش نرق هاوية ماني ما يخصن غنسفكر هاوية ويخصن غنكبر انقبر النصيحة ان شوف اريا زنيتو غيقسن ما مشنا الجاهلية تسدغ اغا الاسلام سيدنا عمر جمع مرقان كيس الناس اتقي الله فواحدة اني كيستوغ الوزارة نسيك توغ سيدنا عمر مالي صح التعبيرة وانيتات الوزارة الناس نقيم ذا سن الحار عمر هذا السن متق الله من ذا سن الناس لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نقبلها كلمة اتق الله تصنف ذا ستق الله قاش من غيغمان غيغار روح حمث غيغار روح يا إن أرس عاصم قال سن النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله أي أثبت أني ذي التقوى ما رتاهر دوشة الجنة نسفكار جمون استقوى الله عز وجل وما بل ما رب نذمي بعد نكتفي بهذا القدر أستسمح الإخوة الأساتذة الكرام خمانايا جزاكم الله خير بلصف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيوة خصنا أحتار مخصة ورخني ما بي أشارك كوشي نجيب على هذه الكلمة الطيبة وأيضا أنتم أيها الحضور الكرام جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع إن شاء الله تعالى بشوخة من الطويل شاء السادة الأساتذة ذي الكلمة نسنا ذيرين رسائل أجل أسئلة غير مرتبطة الجوائز إذا نغدي السجد مولاي السلطان صدق الحاج في كلمته كل حياة المسلم ينبغي أن تنضبط وفق ضوابط الإسلام. الإسلام وضع نغي يجيبوش أن الثغرة يجنغد أحكام مباشرة يجنغد قواعد القواعد أن يبنى عليها يقاس عليها من أجل أن تنتظم حياة المسلم وفق مراد الله عز وجل. شرف الله أقداركم غانغ أحكام دخول الخلاء وغانغ أحكام ترتبط ب
الحكم زي الحاج تيجان يمكن تصبحي القاعة خاص تسيورد الحاج تيجان هي من حكم وسياسة الناس غانغ أحكام تضبط حياة الناس منذ المولد بل قبل المولد إلى الوفاة وما بعد الوفاة ذوذ الدين نغ فالله نسأل أن يوفقنا جميعا إلى تفقه ديننا إن شاء الله تعالى ذي الأسئلة للإخوان أتري رسائل مدمجة باش إن شاء الله تعالى ونتقبل الحرج في الحضور ولا أصحاب العرس قد بذيغ عن يميني سيدي محمد بوغدجاب السؤال الأول معلش واخا نبدا بالسي حسن تفضل سي حسن سي بوغدجاب هنا باش نبدا سي حسن تفضل سي حسن إن شاء الله تري أسئلة وكيس رسائل مدمجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله حمد عباده الشاكرين ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين ثم أما بعد شكر الله لأخينا الماهر والعائلة كلها أن وفرت لنا هذا اللقاء المبارك رب العالمين نسني كبارك ليس كما جاء كريم للتذكير فقط نذكر أنفسنا وإخوتنا أنه حتى خميت أنت غافي اشتثا يخص ربما نجدد النية ما مشد نجدد النية يخص نسبي أن قنوس ذا طاعة المجيء النغذاني تتير طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد سور خدين إذا نغيت سيان كل شيء إذا أريد إعاض أهل العرس عاضنا ونسد إخسن السن زفاد ده قال نسد نقيج الطاعة لأن من حقه من حق المسلم على المسلم إذا دعاك فأجيبه والنواد يسين وغضب العذر قيوم القيامة هذا زيس يقتص إخسن السن تاني باش نسن بأن الدين يضبط كل شيء ويجبوش أنت مسلحين واخا نشيط غانغ ذي العادة خميت ليش أني الجنوائي مريش نقارس قوي تتيد سيد الناس ها وخميني مجيش قانس بحالو بحال الناس ولكن ما هذا العادة أما الدين نغي ضبط نكوشي لا بالعكس نقارسي موراي النغ وزن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقاري في الإخوان مرة بأن الدين نغي شنر من وليجا خيار الناس سيد الناس يشنر من يعنو النية ها توالي الجاهلية سيد الناس وني غاد جان الذكور التصاص التصن حرام الذكور ذي ثود غاشان الأوقات وني غاد جان تمنية التص ذي وني جان يحكم مثلا سيد الناس يحكم زي العائلة الحاكمان كذا ولكن دينا يسد شي قرب كل شي إنا نغر مخي هذا يوم ونهر من نغو ماذا شنجي الجنوى يخسد يري ذر مخي عن نوذان إذن مارا نخسد يري ذر مخي عن نوذان إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قينا نغم من يجد ذر مخي عن نوذان وتحس مولاي انك شكرا مزوار قال خط مرشد الخوي ان شاء الله تعالى الله يجزيك بخير اش حضر بس سيدي عثمان اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اين نغرم خيا هذا يوم وني جند مخيارك مغا حمس صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا نين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهذا اخوتي في الله الاهل المفسرون قالوا شنو الاهل المغ الاسره ذي العائله ولكن الاغلبيه قال ثمغه في نيوسا قاعد تجي شنو غمش النش ولكن ثمغه في ميد انت وين تدسيها هي مش رمخيا غين وني جان رمخيارك مغنس ولهذا الانسان اللي قل مجهود باش يتهلى ذي مغنس نعم ومرنت مهما اعتنينا بنسائنا يخصنا السن بانه انتق السنه انتق الواجب يعني ماجورين غانغ خاص رجاع فهمت سيدي عثمان تهلا الله يسمى لي احدي الامانه الله يحفظك نعم اخوتي في الله اخو العنايه انت مغاث كذا ثني واحد سلي انه نشي نقعد نصور جار امو ولكن كان بيش بدر الدوسي انت مغاث وجو لي غير صغير من عاود هذا قال ملي ترجى السيده ولهذا بعض اللقطات فقط زي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مين تغيتك ان شنو مخيا كتم غارينينو تريت معاه وانت مغاري نصغى الشغل شي القارة سي تقفل كيس انت دا يفارض كيس اذا ما رفض يا اخي في الله
السلبي انه قيزار سيد البشر يقفط الدهنس صلى الله عليه وسلم تغي تحت الزيت شات النس اذا ما راه شوف الجح مثلا يروح انت يسير بيدوني يروح يزيث في ناس تنين كذا وسقبو خذ فكرة زين يلا خشي السوارق الزوجة المسلمة الزوج المسلم واجبوا السوار خفاغين يخشن حاش نظني اذا قي الزارش رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تغي تخيذ ذن قيتش النس شعري قنسي تخيذي اذا ما راه يسيد رشكي سينف تبي تخيذ يخشيش تسل بان سيد البشر يزارش غاس اذا قفت تزي القدوة اذا في مسرينا شنو غنصير بوخ الجانب الاخر لا قد حكم خاصني واحد لا تيشغلني السوار خدين السوار خدين العظيم اذا غيترتبن لانه تغينا يغرد خان المقرئ ان حفظه الله لتسكنوا اليها باش تحقق السكينه يا خصني ندير اثنين مسلمين باش دايرين شروط اختيار زوج واخا ستار تغشا اذا خيركم خيركم لاهلي تغي تكتم سرير مرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم تغي نكار على اهل نسي سمح ليس الا شتغي يدك الوضع غير السين غادي يحيى على الصلاه انت اللي ادن اقصى اللي تتلين دايس ذا نظام الاولويه ذي الدين ما تيخضعش ما نسمي غنسي الزال من غنقدم من غنوخا الا رقم ديت الصلاه يدك رجل العالم النظريه اذا خص الانسان هذه يلتحق وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتغي تزهز بالوحي كذا ظني انت انا حغا التلاميذ نس مثلا انا حجو صحابي ها الا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يزدج الاعرابي ها يسد انت يقرب دغاث الداخ انت يعقب وهذا نسمح لنا باش الاخوان واصلين نقول ما زيغت لان نتوش المعرفه في النظر واحد الاعرابي جا قرب لدار عمر بن الخطاب ورجع قال له يا اخي الاسلام اجي مالك جيت ورجعت اين ساق كتا خفيه تطاولت علي واسي شنت نبغى نص زوا خاس عيني ان جئت اشكو اليك وصدغك الشيغ الناس وشا من بعد زمي سريغ من سريغ عقره ما معنى يسرى يعني يمكن يسرى يتمغاث عمر بن الخطاب تزواخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس واخ امير المؤمنين وعسك عاد النش وش يعقب الناس لا لا راحت الناس قثي مغارينا ها قثي مغارينا تصبن تنغ في مغارينا تسنن تنغ من غانش في مغارينا صدون تنغ خاون في مغارينا زيد ولكن اقش ما اقش خزاري التعامل ماني خزاري وذا الماني خزان الناس وبقدري وبقدر صبري عليها يكون ثوابي يعني ويتتيل حتى ما الذي نشا نقص ما نقص ما غنشي غادي مغاري جات نقصين ما غنشي نكمل الكمال لله سبحانه وتعالى والكمال البشري لسيدي الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحد يعني سوا حتى ما الذي نشا نصبر قامين غير كصباخ خاص الطرس من غير الاجرين ويتقعد الطرس العداد اللي كنت ظاني الاجر يتقعد اذا الانسان هذا يصبر باش اللي صار بال واش مني غادي يصبر بال الاسره مني غادي يصبر بال حنجان مني ويتخدي قشا غاد غيا هذه سيلورا انت كذا اذا بقدر صبرنا عليهن يكون ثوابنا ان شاء الله تعالى عند الله سبحانه وتعالى اذا هنا التلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء التابعين ربما القاضي شريح المعروف ها ان شعيش 20 عاما او 15 عاما ايوا ان شيج النهار خزواغ ان شوف يغدر مخت أمي غير يقرا حسابي فأنت تيضر من عاد إذا فالعناية بالنساء أمر نبوي ها نشي لتسكنوا إليها باش نحقق السكينة يخص الإنسان هذه رغاس المقومات الزوج المسلم هذه يخضع الزوجة المسلمة إن شاء الله هذه قابل البركة هذه الأمة جميعا آمين إن شاء الله تعالى وسمح ما ينشفى على ذانتا إذا إنش مدام إنش الأخ المنسق يخسر السؤال ولا كان حديث إني يخسر ورغنش ولا نضغي كان الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير خصي ورغنش واخا يعني واثي ذي النس اللغة العربية واخا نضغي لغال معنى نس مازيغ يعني مي خصي ورغنش مازيغ واه يعني الحديث اللي ايوا على يدي حال انا اعتذر لان واه شكون هو الحديث اللي تكلمت عليه او موضوع الكلمة ديالي ايوا عاون ما نغبش دغيا غادي نتصاصنا من سيني قداش الجوائز الناس ما راه واحد تعاون ما نتعمى غادي بوارصه غادي سين شي تفضل اخي احسن الله اليك اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي اقشاني استاذي ان يسجن العطر اذا الكلمه المنسق ان شاء الله تعالى لكن إن شاء الله تعالى استمر الأسئلة.
الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله الحليم الكريم الرحمن الرحيم الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك على ذكره وطاعته أن يجمعنا مع سيد الدعاة وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، بادئا ببدء نشكر الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء، والشكر موصول لأهل هذا العرس، وخاصة الأخ الحبيب العريس الأخ عثمان الماحي جزاه الله خيرا، فهو السبب في هذا الاجتماع. ولا يفوتني في هذا المقام أن أدعو معه بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول له أصالة عن نفسي ونيابة عنكم جميعا، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وكذلك الشكر موصول لكافة الحاضرين معنا في هذا المجلس المبارك الكريم على استجابتهم للدعوة، وكما أشار أستاذنا الكريم فهو حق من حقوق المسلم على حقه المسلم أن تستجيب دعوته إذا دعاك، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل خطواتكم جميعا في ميزان حسناتكم، إنه ولي ذلك ومولاه. ثم إن شاء الله تعالى أذهب إلى بعض الأسئلة، وهذه الأسئلة تكون إن شاء الله تعالى في نفس النهج أو في نفس ما أشار إليه أستاذنا الأستاذ نجيب جزاه الله خيرا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عزوك إن شاء الله تعالى أن تسور القضية الزواج، لأن يمكن ما رث لحظم أنه الزواج قل كثيرا في هذا الوقت، ذي الوقت ذي نجا قليل ورار انتسرا تغادي جن الوقت شهان سبعة تغامل يسمث كي دورار شهان ثمانية عوذة مني، ولكن رخو سبحان الله يمكن يعني تشاركونني الرأي روحي غا صدق ذي النشاء شورا، وهذا مشكل في حد ذاته، وينتد المشكل لأن خميتري المراش الزواج على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتشر العفة في أوساط المسلمين، يتنتشر الوقار ذي الحشمة، يتنتشر الخير. أما إن قل الزواج فكون على يقين بأن الفساد سينتشر، صلى الله السلام والعافية. لذلك أعزوك ذكاخ الشباب إن شاء الله تعالى إني جان عاد مازال مترددين ما ذي مرش ما لا، لأن ذيني ربعاذني وذين سقوذنت قال اسمي خسا تكيزش كمتعز وتمرشذني ما ثبوه ريذني إيري شام مقيمة مور بدا بقى هكا بقى الراسك راك حر تدخل فوقاش ما بغيت تخرج فوقاش ما بغيت تاكل غيب وقاديو برا راك مهاني أخذ هاي حداش داك انت لشي زواج أو مسؤولية والمصاريف وشهر رمضان والمدرسة ما ريورنا هاد الكلام كل شي ديال من يقول الله تبارك وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ولكن ذي الجانب الآخر ويامركم بالفحشاء. لذلك بغيت نذكر الشباب ديالنا ببعض المقاصد، لأن الزواج التصني وذني قارش المرش إيوان شد قمين قيني قرين نينو إيوان شدو أحكا وغيخذ من الخيمة يما قذ مغاء الحذاج وذس غي صبنان وذس غي يقفضن ثدات إذن يخصيد مرشخ. أما مقاصد الزواج ما يمين مدش لماذا نتزوج فهي أسمى وأعلى وأعظم. لذلك أدير المحور الأسئلة خينا بعض المقاصد الزواج، علاش الله تبارك وتعالى أمرنا بالزواج، علاش احنا كنتزوجوا دائما في إطار الدين ديالنا الدين نخ. نعم الأخ إن نخ الحصانة العفاف، هذا من مقاصد الزواج، أتزوج طلبا للعفاف لأعف نفسي حتى لا أسقط في الرذيلة وفي الفاحشة. والسلم ماذا يترتب خنية يثنيتا خل مقصد أوليتا أنه أثار رسي مدش قارش نش باش هو وطيخ شذي المعصية
باش هو وطيخ شادي الحرام. انا كنتزوج بغيت الحلال، عندي القدره عندي الباءه، فاتزوج طلبا للعفاف. سمني انا من خزيت سنخ منويه، ومنويه خصها كوري الجن عاد ويمري الشاه. كل واحد مازال ما متزوجش يستحضر هذه المقاصد. راه ماشي كتزوج غير هكاك وصافي عاد الناس راها عباده. هذا الزواج راه عباده كما قال الاخ، قال انه طلبا للحصانه للعفاف. النبي صلى الله عليه وسلم ان ثلاثة حق على الله عونه، ثلاثاني كلاسي ثني وذان. ان الله تبارك وتعالى يوجد خيخفن سبحانه وتعالى اثني عون الزيسن الناكح الذي يريد العفاف. ها المقصد غاصل المقصد انه يمدش كيتزوج باش يحسن راسه ما يطيحش في الفاحشه، خاصه في هذا الوقت اللي كثرت فيه الفتن والشهوات والملاهي والمجون صلى الله السلامه والعافيه. وكل شيء الطريق ديال الحرام سهل سهل، اما الطريق ديال الزواج في هذا الوقت راه قصحوه. الشاب يخرج للشغاري هذا خدمخ هذا ويخن هاينو اسعيش خماينو تصدقك الوالدينينو، ولكن قد تعنى يجن الصدق يمغى. راه طلبوا لي واحد الصدق كبير، راه قالوا لي خص تكون عندك الدار ديالك بوحدك. فيذور بريد الزواج يتجدي الاصل، خصو يكون واحد يعني الامر اللي هين في مجتمع مسلم، ولا واحد الامر يعني قاسح على الشباب. فنسال الله عز وجل ان ييسر لشبابنا سبل الزواج، وان يوفقهم لزواجات صالحات اللهم امين، وان يستر بنات المسلمين، وان يرزقهم بازواج صالحين اللهم امين. اذا المقصد زي المقاصد واخ واخا زي المقصد داخلنا مزوارو طلبا للحصن وللعفاف. المقصد الثاني طلبا للعلم. اذا نعم نعم، من سلك طريقا الى العلم او سهل الله طريقا الى الجنه. ولكن دانيتا ربما يقصد الاخ انه اتي رغاس يجن الزوجه متعلمه ذات دين ذات اخلاق. الحمد لله قران قصص ذي السيره سيرا السلف الصالح انه توغى الزوجه ذات علم فتوغى تد السبب يزير مد الحديث يزير مد توغى عاوني تغى القران. نعم من المقاصد زيد شان المقصد النغني من مقاصد الزواج. تفضل احسن الله اليك يجن الجائزه ديها. ان تكثير النسل تكثير النسل ذي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مباه بكم، وفي روايه مكاثر بكم الامم يوم القيامه. فالانسان كيتزوج بحثا عن ذريه صالحه. هذه الذريه الصالحه راه غادي تكون له واحد القره العين في الدنيا، وغادي تخدم عليه حتى في يوم القيامه وهو في قبره. وذي غير كانت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان فاوى وثارس الاولاد ديالو يقدروا ينفعوه وهو في القبر ديالو. نعم ولد صالح يدعو له. ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، الزيسن ولد صالح يدعو له. اقشم قال المشروع الانسان يتزوج يعز الذريه الصالحه. فنسال الله عز وجل ان يبارك لاخينا عثمان، وان يوفق بينه وبين زوجته، وان يرزقهما ذريه صالحه انه ولي ذلك ومولاه. شفا السي الياس هذا نفس السؤال زي المقاصد المغني التلاحم السكينة ذي المحبة المودة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم الزواج نصف الدين. أحسن الله إليك، الزواج نصف الدين. ثورة ونقارس مزيق تقارس يوا مازال عاد وتكمل الدين. بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه عليه أفضل الصلاة والسلام من رزقه الله امرأة صالحة. شوف الحديث عجيب، الشباب اللي مازال ما متزوجينش اراه بالزواج الله كيقول لنا انه فيه المعاونه للعبد على الدين. من رزقه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رزقه الله امراه صالحه فقد اعانه الله على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي. يتعاون الله تبارك وتعالى غا الدين. ديني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه اعيز تمغاث، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجمع عيز هذه كاس جيرث وش هذه الزج هذه السكاثة مغاه النس ثم الزج مروث الزج شاء نغم وقت التكاء على سيروش شوية موامان وانيتا ذي سيجن المعاونة خدين. زي المقاصد المغنية باش نختم ان شاء الله تعالى.
طلبا للغنى. طلبا للغنى، نعم. قال الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء. مرتو غذ بوفري يعني الحالة الضعيفة، يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. يا شباب يلي مازال عاد ما متزوجينش وخايفين، راه الشيطان يعدكم الفقر، أما الله تبارك وتعالى الذي خلقنا فهو يعدكم بالغنى. بالغنى أتضحي التاجة أخشي وسع الله تبارك وتعالى. وجيشي شي قنوار ماشي أنا اللي كنقولها لك. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فأكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك. جو سؤال نغني إن شاء الله تعالى باش تعدو غسل المهدي. طويت خطاب الشباب السي محمد بوغدجاب حفظه الله. بين جن رسالة استوضيت النبي عليه الصلاة والسلام الشباب وما نوشي قاسم مردي مغا عادي غيمرش، يعني يرديك وساعت هذي يوض 60-70 سنة، يعني دوار القصد شقا عدا مزيان عيش الحياة مش كذا. يجي الحديث يتخطب ذي النبي صلى الله عليه وسلم الشباب يحثهم فيه على الزواج. أنا أغتني مغا الصغن، تفضل أخ الكريم. أه. يا معشر الشباب إنكم الباءة فليتزوج. نصيد إن شاء الله الهدية النس البقية للحديث ذيس المقاصد من الزواج، وذا نضغى يكمل الحديث. تفضل أخي كريم. نعم أغض للبصر ذيس منهج التعفف زيد، وأحصن للفرج العفة زيد، وإذا تغى يكمل أنا علي وشاس الهدية الأخ الكريم زيد يونو ويزمان من زيد ينصح النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالصوم ميمي فإنه له وجه. إن شاء الله نصيود الهدية دي. هنا السعادة وميكروفون إن شاء الله تعالى يسير المهدي أذياني شوي لاستفض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب أيها الإخوة، بداية نبارك لأخينا عثمان هذه الوليمة وهذا الزفاف المبارك، فنقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وصلى الله عز وجل أن يصلحه ويصلح زوجه، اللهم أمين. ونرحب بالضيوف الكرام جميعا، وصلى الله عز وجل أن يكون هذا المقام مقاما كريما مباركا، وأن تحفكم الملائكة بإذن الله تعالى، وجزاكم الله خيرا على صبركم. من سقي وضيد الميساج بأنه ضرب بقية ودد خيقها رب فوانتي لابد السبب الشي بشر يصمد ياك لا خاف من ياك خير إن شاء الله الواقد والنس نغلى هذا ومش الجو إزاوها نقصوا هذا تغينين شاء ما رخص أن تكسير عودة أن تكسير. الله وفقنا وإياكم الخير. طيب يصدح شيء الأخ الله يجزيه بخير شين أخوات بنده وزدغاز نهارا وازني وبول هدية، ولو أنه نحضا كسير نضغى العروس نهارا قد ذهور دعوة دغاز نهارا أتصل إخوته هنا كين غير نضغسين دعوة كين غير نهارا ذا ملكها راح نتزود مرة يموقع النشاط. ما شاء الله. طيب نويز يصح شيء الأخ يجب أن ذكر الناس يقى العوس قيولة في أمي غاس غير راح الناس ثومتين وقا نشقى والله إلا الهدي إذا شقق أجو ذاكريشت الناس أجو ذاكريشت وهذا واقع يعني عاود ليش الصديق يعني الناس أجو ذاكريشت قرس أنت ودي الله والله ما كذا الناس والله حانو غير ذاكريشت مين تقى واقع شو وقق مو ذاكريشت الناس أجو ذاكريشت شنو يز ذاكريشت ما رأي الله عثمان أنا عم ما ذاكريشت. الله يتقبل منا ومن إن شاء الله تعالى هذا الطعام الله يجزيك خير. طيب الشباب دائما في الزواج وهذا الخير العظيم والشباب ان شاء الله تعالى كاين غدا اكثر من وقيل من 60 ديمي ربما الشباب قاين مقبلين ان شاء الله تعالى على الزواج، صلى الله ان ييسر لهم ويعينهم باذن الله تعالى. بعض الاسئله افسوس ان شاء الله تعالى ولا كفايه من الاخوه ذي الكلمه ايها المباركون. طيب الدنيا متاع اخو اقضونا خيفاق اخو شيخ مستولكي ونددتي وقال اخويا غيرين ضرب خوا كاين الجن خانوز ونصوا شويه الهدايا ديني شاعري ذاك كاين جزاكم الله خيرا. طيب دم زوا دم زوا طيب دم زوا غزالي شن يجي ندير الكريمون دو القران دو القران ديال السن يمغار الطاس دو القران وهاك هاك يا فاك الشبلا عم ينسج ديال الحج هذا شي مشى الزمزم مشى الزمزم هذا شوي الدوال هذا يعني احنا راه الحج يتهز راه شنا تيساس. الله يوفقنا وهي بخير. الدنيا يلا الحديث حديث اين يجاوب ما تجاوب الشباب واه الدنيا زيد
ها كملت الحديث يكمل. قال صلى الله عليه وسلم حديث قال صلى الله عليه وسلم الدنيا أحسن الله إليك من مرجل معاد دحشوب أضعى في صالحة قرارة إن شاء الله يشتشى براكة ذيني قد سس دمار نار ألا قيل ما قد قصاه وغتمل بشاسي الأخر بشاسي الأخر سيب شاسي الأخر وارثقنا وياك الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة. طيب أخوة بنا نجمع عند غير الشباب. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي صاحب الشيخ الألباني أربع من السعادة أربع من السعادة أربعون يغجنت أقفي الدنيا في سعادة هذا غيقابي وإياكم الزيسن ولا كيس الحلال أربع من السعادة ما يسون أن تحفظنا أخذ ديني جزاك الله خيرا أربع أفع فوس باش كاد زيد البيت الواسع وإن كانت غير مرتبة البيت الواسع المركب الهني الجار زيد الجار الصالح زيد قال لي زيد غادي تمزوات ملي غنوز الزرخ الزوج الصالحه الاخ توي قال ولا شي يقول لك انا قاعد اقرا الله يوفقنا وياك الخير. طيب الزوج الصالحه والجار الصالح والبيت والمركب الهني والبيت الواسع وني جاي عيق في خير ونعمه ولله الحمد واربعون من الشقاوه او من الشقاء وانت تغيرين اربعون من الشقاء اربعه زيت نار الدنيا صلى الله العافيه. امام الشافعي ان اشتري غسيج مايزج وما يستوي وهذا عند البيهقي سمعت رجلا يقول تزوجت لأصون ديني فذهب ديني ودين أجد ودين أمي ودين جيراني صلى الله العافية يصافي في زوجة سيئة أمسي ياك أمسي آه طيب راغي تحت النغني صافي خير إن شاء الله أو الله حنوي أنت دعمي يا عمي والله حنوي أنت أمسي إن شاء الله صبر جميل إن شاء الله زي الأخ البيت يحصى لا بالعكس العكس زيد هاك شنو غنيت؟ هاكي فاتك الجائزة كوني ديني الزاك. واي نزن الوا فاتك كيس الجائزة. كانت غير رشيدي وكا. زيد الإخوة. المرأة السوء والجار السوء والمركب السوء. ما شاء الله حصل الله يجزاك الله خيرا. أخ أخ القرآن الجديد. أعطيك سجادة. ياك. مصحف واه كاين مصحف هاك المصحف وزوجتي ولا مازال يا ربي فاتحة خير حراق كيجو معايا كيجو مولاه قيخان جوائز الاخ عثمان قوات جيد صافي غنكمل ان شاء الله. ان واه مشى سبقى يا واه طوني كاس الجائزه تما اسناني عاود مشى سيغ الناس السجاده بعد اسناني عاود فيصل عبد الحكيم عند الثلاثة وصافي طيب ان شاء الله. العريس يخسر يمشي الجوائز يولان العائلة النس يزهني كرم ونبول مشي ان شاء الله بيقول وان كان يعطى شوية قيمة دغاك الشغلة السعود قيمة ديك الشغلة ما ديولا ديك الشغلة ناري وديك الشغلة السعود والسنة اي والله هذاك دحشر ان شاء الله واه طيب واه جو لي صايون الاخ رشيد او ياسر او ياسر الاخ ني باش باش واخا نغيت مرغه او ني اخش قيمته ويزو يمن سي اخش دي اخش دي بونو ضاني بونو ضاني شاس الهديه الله يجزيه باش اخا نغيت صلاه شوي والاخ ني واه شاس الهديه الله يجزيه هذه سوى من زمزم هذيك الرقيه هذه اللي مليان تقبل الله منا ومنكم. طيب الاخ جاوبت اخ السؤال كذلك زي الاسئله ايها المباركون الدعاء دعاء اني العريس دعاء صني العريس نعم احسن الله اليك تو هذا ممكن بالخشيه تجي غاس الجائزه هاك الجائزه وغاس الشا وغاس الشا وغاس الشا عزم الدين تحنت عاوني بها ياك هذاك الشيس اللي ما بروح غاجل الاخ صافي خلي نكمل الجواز ان شاء الله وغاجل الاخ راكز بكيس مولا سيود الجوائز اري لا سنت يود الجواز يسا سيدي ناقش الجواز وتلقى شويه الاسئله مي غازاغ قرب الجواز وفيه عذاب القبر وفيه عذاب جهنم وفيه الاخر كي سميتو خروج الروح الشباب زاكين اللي صار على ديما ما شاء الله خصنا نكمل لك الشغل الغير. طيب كم عدد ابناء النبي صلى الله عليه وسلم وما اسماؤهم؟ فهو النبي صلى الله عليه وسلم يسمو الانسان يلا يا الشباب باش نكمل جزاك الله خيرا انا زاحت دماغني
زيد الاخ معليش غدا ها ابراهيم لا شوف ابراهيم بعدا صافيني ها هاك اخي التم ابراهيم يلا واذا بغى يكمل الاخ وخيلا شويه شحد جديد زيد الاخ وخيا زينب فاطمه ام كلثوم ام كلثوم قشين ام كلثوم القاري بطاطا نسال الله العافيه ام كلثوم القاسم ابراهيم عبد الله صلى الله عليك انها دمار جزاك الله خير نسالك السجاده اعطيك السجاده واه هاك بسم الله كما هيك شوفنا السحاسة الحمد لله خويا القيم والو ان شاء الله تعالى باش ان سي المهدي يقيم غاك شوا نشقبري غنضباخ من يقيم الجوائز ازدراغي غي مولاي السلطان ان شاء الله تعالى انا غيري جمهورني ختناي تنيد الهديه تنقرات في الحقيقه باش مره سنفغ الهديه فليتفضل سي سي المحي الحاجة غدينيش تحاجيت حاج نجيب بوركي غام زوايو البدا واخا بسم الله الرحمن الرحيم اخوان سود غيوض الاخ الاستاذ السي عثمان ثاني تاكلي ان غنغذي الزواج لابد خصها تيري المودة الرحمة ولكن خصها تستمر الزبدو غسالين كاع وانا تاتيج الشاب بلات وغاخم زوار قبري غيمرش قبري دغاس غفر حق ثمغاف يتشس الهدايا شوية مون بيستا شوية مناس شوية ناري غالو شوية كولونيا شوية انت يمرش يوصيو دغاس الدات وشي يسبد دمار الدقني يواس الناس فمي غاش قوة قيم ذقع التاوي الدقني تغي التاوي ذقبر ذو النقع من ناس ينا ناس شم شو شو ما ظلش اني الجن اين الدني سلمان جمالي سلمان خمي غيق ذقبيدة وعاد شعاد تعمف إيه تشتزل إيه جنعة وتغى مسكين الموت دي يثيق ستستمر إيه جو السار مسكين تغى فيك ثم غاف النص إيه وقبري غير حذي حج إيه وما ما نرخى قاشم التياقوت قاشم التدفحت ما ناشنو ثال الشينت المهم واجي من أسوأ قاز دقة إيه حج وشا يكو عبد أرى ميدا كح الناس اللي غاش الحج قوة قيمة قاضي يدقني تغى قاضي من يتدفحت إيه ناس يوار خوز ما غاز خارقة قحيش جر خوز ما خارقة لكن يوجريك اخا تفضل سي عثمان ان شاء الله تعالى تغير الفضا ذيك الكلمه وشاف همغ بالله تحبك ني وطاس انت سي عثمان زيد دعاه الاقليم النغ يتواجه الجماهير ديك الكلمه ديال المساجد نهارا محبتكم في قلبه تحرجيت ولكن شي نتوارغ الالحاح ان شاء الله نغني واخا هذه دقيقه نغني جل الكلمه ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه أما بعد في البداية أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينزل علينا جميعا رحماته قولوا آمين كيف لا ينزل ربنا سبحانه وتعالى رحماته وقد أنزلها الله عز وجل على امرأة جاءت تزور بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسقط قلبين الكريم صلى الله عليه وسلم وعن يمينها وشمالها فتاتين صغيرتين قد أضرهما الجوع تقف عند باب أعظم رجل محمد صلى الله عليه وسلم تريد منه المساعدة فلا تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجد زوجته أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها دعوني أنقل لكم المشهد دعوني أصف لكم المشهد الذي وقع عند باب
منزل نبيكم الكريم صلى الله عليه وسلم، لكي نستشعر عظمة ربنا سبحانه وتعالى في أن رحمته إذا نزلت على رجل أو على قوم أو في عرس تنالهم وإن كانوا فيهم ناس قد بلغوا ما بلغوا من الآثام والمعاصي، فأسأل الله تعالى أن ينزلها علينا أجمعين يا رب العالمين. شنو دارت هذه المرأة؟ دقات خرجت عندها أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فما وجدت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى حبتي تمر وبس، خدتهم وعطتها لبنتها الصغيرة حبة والحبة الأخرى عطتها لبنتها الكبيرة، ثوس دغات حبوش توي السرثة لأن تكش السرثان تحبة، ثوس دتش فإذا بكلتا اليدين تتسلق معها اثنين سيستم زيارين تتيا واشنطن، فنظرت إليهم وأنتم تعلمون حنان الأم تريد فاقد اثنين مش سيزين اثنين ثم زيانت ثم يزين اثنين ثم قرانت، وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تنظر وهي تبكي، فما هم نتروح قيسيس بقيد والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم تعاود اسمني وقحل، فنزل الوحي على رسول الله يا محمد إن الله نظر إلى هذه المرأة وإلى صنيعها ببنتيها فأنزل عليها الرحمة ورحمها الله عز وجل. أشوف شنو دات، لعل الله عز وجل في هذه اللحظات والدقائق والكلمة ديال الأساتذة كلهم اللي سمعنا لهم تتنزل علينا الرحمات والبركات. ولكي لا أطيل عليكم يعني أشكركم فرضا فرضا وجزاكم الله خيرا، وخصوصا يجن عمي هذا سيقار بالبركة عزي فيصل جزاه الله خيرا، من لم يشكر الناس من لم يشكر الناس لم يشكر الله، عزيزي هذا سيقار بالبركة يكفد يعني يبرد وهو تعبان ومع ذلك أصر إلا أن يحضر معنا، أسأل الله تعالى أن يبارك فيه، فأمنوا قولوا آمين. وفي هذا المجلس جانا التصني وذن صالحين فتصيبه الدعوة إن شاء الله، أسأل الله تعالى أن يبارك فيه رب العالمين وأن يحفظه. كذلك يجتنين عمومي عزي عبد الحميد عزي عبد الحكيم الله يكثر خيرهم، كذلك وثين مسافات وثين غانغ، وبالإضافة الأسرين زي وجدة حتى هما جاءوا حضروا معنا، والعائلة في الناظور الله يكثر خيرهم، وكل الأصدقاء والجيران أسأل الله تعالى بمنه وكرمه الذي عطاؤه كبير أن ينزل علينا رحماته يا رب العالمين. اللهم آمين اللهم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. وإن شاء الله تعالى قيم نسير خلنا هنا ماذا رغم يكروي الأساتذة مش أخوهم درك والعاود قشريخ توصيخ تلقاص الله يكتر خيركم الله يكتر خيركم، فأبوا إلا أن يكرموني ويسمعوني في عرسي من أصواتهم، أسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناتهم يا رب العالمين، وأن يحفظكم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في ختام هذا المجلس أيها الإخوة الحضور أيها الضيوف الكرام، جزاكم الله تعالى عنا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا معكم في هذا المجلس من غير حول منا ولا قوة، صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا دائما على مرضاة الله تعالى، وأن يجمعنا يوم القيامة مع سيد الدعاء وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، اللهم آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الكلمات أساتذتنا حفظهم الله ووفقنا الله وإياهم للحق والصواب ورزقنا الله وإياهم الإخلاص، أسأل الله عز وجل في ختام هذه الكلمات أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم علمنا من ديننا ما جهلنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تردنا خزايا ولا مفضوحين، استر عنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا، استر عنا عيوبنا، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
اللهم من كان في هذا المجلس يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إن نسألك أن تقضي حوائجنا، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم سدد ديوننا، اللهم اقضي ديوننا، اللهم بارك في علمنا، بارك في ذرياتنا، بارك في أزواجنا، اللهم بارك في أرزاقنا، اللهم إنا نستغفرك من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا نلجأ ولا منجا منك إلا إليك. أخونا عثمان اللهم بارك فيه، اللهم بارك فيه، اللهم بارك فيه وبارك في زوجته، اللهم اجمع بينهما في خير، اللهم يا رب اجعله زفافا مباركا ميمونا، اللهم اجمع بينهما ما جمعت في خير يا رب العالمين، اللهم يا رب ارزقهم ذرية صالحة من أصلح العباد، اللهم لا تدع في هذا المقام الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، اللهم ولا مريضا إلا شفيته، ولا حائرا إلا أرشدته، اللهم ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا عازبا إلا زوجته، اللهم زوج العزاب، اللهم زوج العزاب ذكورا وإناثا، اللهم يسر لهم يا رب العالمين، اللهم يا رب يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تجمعنا على الخير، اللهم يا رب كما جمعتنا على الخير، فاللهم اختم لنا بالخير، اللهم نسألك حسن الختام يا ذا الجلال والإكرام. أبوه أبو العريس الحج زهير وكذلك الوالدة النس، أسأل الله أن يغفر لهما، أسأل الله أن يغفر لهما ويعلي درجاتهما، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في ذريتهم، في إخوان الأخ عثمان، صلى الله أن يبارك فيهم ويصلحهم، وأسأل الله عز وجل أن يملأ هذا البيت أفراحا وينزل فيهم المودة والرفق والرحمة، وأسأل الله عز وجل للإخوة الحضور جميعا أن يفرج الله همومهم وينفس كروبهم ويوفقنا الله وإياهم لما يحب ويرضى، أسأل الله أن يسامحونا، فمن كان من صواب فمن الله وحده، ومن كان من خطأ فمن أنفسنا ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.